أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 34 من برنامج مدرس على الهوا. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي هيتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. طبعا النهاردة يعتبر حلقة استثنائية، لأن هي يعتبر أولى حلقات البرنامج المكثف لمراجعة نص المنهج. فمعانا أربع قامات من كوادر اللغة الإنجليزية معانا، هنرحب بيهم مع بعض. صباح الخير مستر نبيل. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير مستر خالد. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير مستر خالد. صباح الخير مستر احمد. صباح الخير مستر صلاح. صباح الخير مستر احمد. طبعا زي احنا متعودين قبل كده، المفروض البرنامج كان كل مدرس بياخد حلقه كامله بيشرح فيها سواء وحده او شابتر في القصه، ولكن النهارده احنا معانا جروب من اربع مدرسين من خبرات التربيه والتعليم في اللغه الانجليزيه على مستوى الجمهوريه، وهنشرح مع بعض النهارده مراجعه شابتر 1. صباح الخير مره ثانيه. صباح الفل يا مستر، وكل سنه طيبين وهابي نيو يير. صبح على طلابك مستر خالد. ان شاء الله كل سنه وهم طيبين، وكل سنه ومصر كلها بخير وسعاده ان شاء الله. سنه سعيده على الجميع، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ونقدر نقدم حاجه مفيده لطلاب الثانويه العامه، ويعني نستفيد كلنا من بعض باذن الله. مستر خالد صباح على طلابك. نقول لهم طبعا كل سنه وانتم طيبين طلابنا الاعزاء، كل سنه وانتم طيبين مدرسينا اصدقائنا واخواتنا في كل انحاء مصر. بنقول لكم كمان النهارده ان شاء الله تبقى حلقه مميزه ومفيده جدا لكم باذن الله. مستر صباح الخير لكل طلابي وطلاب اللغة الإنجليزية وزملاء المدرسين في مصر، ربنا يوفقكم إن شاء الله. تمام، هنبدأ مع بعض إن شاء الله حلقتنا النهارده، ودي أولى حلقات المراجعة بالنسبة لتشابتر 1. وطبعا يعتبر جروب المدرسين اللي قاعد معانا قعدوا مع بعض خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول، وجابوا خلاصة الأسئلة وأهم الأسئلة اللي هي على كريتيكال ثينكينج على شابتر 1. هنشوفوا كده مع بعض وندردش مع بعض. طبعا انا هلقي السؤال والاساتذه هيجاوبوا عليه، تمام، ونشوف مع بعض. نبدا مع مستر نبيل بكير. The first question is, do you agree that people who have a lot of money should do nothing? Explain your point of view. Of course I don't agree. Everyone in society should have something useful to do. Life without work is meaningless. Work is life. الحياة أو العمل حياة. No matter how much money we have, we need more and more. So I don't agree. Yes. The second question is, to a man like me, opportunities are responsibilities. What do you think Rassendyll means by this sentence? I think Rassendyll means that if an opportunity comes, he will take it. He never does his best so as to search for an opportunity. This means that he only saw opportunity in his position. Yes. So there is a great difference between him and his brother Robert. Yes. The third question, sorry. Why do you think the guards at the Ruritanian border stare at Rassendyll and his passport? كلنا عارفين يا شباب ان طبعا there was a great few similarity between Rudolf Elfberg and Rudolf Rassendyll. Both of them have the same red hair, so the guards there were amazed because both of them have the same red hair, because both of them look exactly like each other, especially the color of the hair was red. Question number four. Why do you think the castle was well defended and had a moat around it? Castles are usually built so as to protect people from their enemies. Perhaps the owner of this castle had some enemies, so they built it so as to protect them from their enemies. Of course. Question number five. What kind of person do you think Rudolf Rassendyll is? Rudolf Rassendyll is a kind of person who is not serious about life. He can't bear responsibilities. He prefers easy life. However, he was well educated and enjoyed a lot of skills. عشان ما نفقدش حقه يعني. هننتقل دلوقتي مع بعض مع مستر خالد عطيه ونكمل مع بعض باقي الاسئله بتاعت شابتر 1. Question number 6. Rassendyll's position in society gave him opportunities.
Do you agree and why؟ يعني اسمح لي حضرتك بس هقوله بالعربي عشان اسهل برضو لبعض الطلبه. ومستر احمد بيسال هل مكانه راسند الاجتماعيه، مستر احمد بيسالني هل مكانه راسند الاجتماعيه ادت له فرص في الحياه؟ I think I agree with what you have just said. انا طبعا موافق على الكلام ده. His position in society helped him a lot. مكانته الاجتماعيه ساعدته كتير. First he was of a rich family. اولا هو من عيله كبيره. So he had time to enjoy himself, to travel and enjoy and have fun. كان عنده وقت يستمتع في حياته. He also had a good education. كمان اتعلم تعليم كويس. This needs money. فده برضه محتاج فلوس. Okay. So his position in society offered him real opportunities. نيجي برضه النقطة التالتة. راسندل had a chance to have some kind of work with Sir Jacob Burdale when Rose offered him. لو احنا فاكرين مع بعض كده chapter 1 كانت روز offered him an opportunity. عرضت عليه فرصة an opportunity of work فرصة عمل طبعا to work with Sir Jacob Burdale يشتغل مع السفير اللي كان اسمه جاكوب بورديل. Who is one of the relatives وده واحد من أحد قريبهم. يبقى معنى كده أن فعلا المكانة الاجتماعية because he is rich and has a good position in society this helped him a lot achieving some of his goals in life فساعدته ببعض تحقيق في تحقيق بعض أهدافه. تمام مستر خالد. Question number 7. If you were a single, would you prefer to travel to Mauritania or stay in England to do useful work and why? يعني برضو هنكرر السؤال. مستر أحمد بيسألني لو أنت مكان راسندل هل كنت تحب تعيش في روتينيا ولا تسافر برا؟ برضو نحب نلفت نظر طلابنا. يا جماعة أنتم ممكن تجاوبوا السؤال بيس ونو. If this is logical لو كلام منطقي. Okay. يعني هو بيقول لي تحب لو أنت مكان راسندل تحب تسافر؟ ممكن أقول If I were Rodolf Rassendel, I would prefer to travel abroad. كنت فعلا هفكر ان انا سافر. To enjoy life. Okay. طب هو بيسألني على الروتينيا. ليه؟ أقول I would travel to attend the coronation. أحب أسافر عشان أحضر الكورونيشن. Because as you know before, لأن زي ما أنتوا عرفتوا قبل كده, إن Rassendel is one of the descendants. واحد هو من أحد نسل the royal Ruritanian family, الأسرة المالكة. So, I'd like to attend the coronation because it's a great occasion. لأن دي مناسبة طبعا جميلة جدا, an important event وحدث هام. So it's important to attend such an amazing coronation. فمهم ان انا احضر حاجة زي كده. He became interested as we said before. لأنه اهتم بالموضوع زي ما احنا عارفين من شابتر 1. طيب ممكن برضو مستر احمد نقولي لا. I don't agree. I don't like to travel. I preferred. انا مش هسافر بقى. I preferred to work with Sir Jacob Burdale. أنا أفضل أقعد هنا وأنتظر شغلي مع سير جاكوب بورديل or work with my brother who is famous man in this society أو أشتغل مع أخويا اللي هو إنسان معروف ومكانة اجتماعية كبيرة في المكان دوت أو في البلد اللي هي إنجلاند يعني. So I think that both answers are correct. فأعتقد أن اللي جابتين يا جماعة مظبوطين. عشان كده you have to know that critical thinking depends on your understanding how well you understand this novel. إزاي أنت فاهم القصة؟ مفيش نظام حفظ دلوقتي خلاص. And both answers are correct. والإجابتين yes and no may be correct. إن شاء الله يبقوا صح. Okay, تمام. Question number 8. Do you think Rassendel was lucky to look exactly like the king of Mauritania and why? أعتقد ده أنتوا فاهمينه بقى. هو المستر بيسألني بيقول لي هل راسندل حظه كويس أو محظوظ إنه شبه الملك بتاع روتينيا؟ Some students can say yes. بعض الطلبة ممكن تقول I think he is lucky. لازم تديني logical reason. طب هو ليه lucky؟ يقول لك he had a chance to live the life of a king. ما هو جاله فرصة يا جماعة يعيش حياة مين؟ الملوك. So he is lucky. He enjoyed being a king. He is so proud of himself. فاستمتع بكونه ملك وكمان فخور بنفسه. يعني في لحظة بقى ملك. Okay. طبعا some other students may say no. ناس تانية ممكن تقول لا. And this is better answer. ودي أعتقد إجابة أفضل. ليه بقى مش كويس إنه شبه الملك؟ طبعاً as you know, زي ما أنت عرفت بقى من الأحداث, راسندل faced many problems. واجه مشاكل كتيرة. And his life was always in danger. وكانت دايماً حياته في خطر. So he might be killed. فكان ممكن يضحي بحياته أو يموت just to save the king لمجرد إنقاذ الملك. So both answers are correct too. فبرضو نفس الكلام اللي جابتين ممكن يبقوا صح إن شاء الله. The next question, question number 9, بيقول If you were Rassendel, would you have
a life of leisure or try to do something useful and why? مستر احمد بيسال لو انت مكان راس ندل كنت تقوم بحاجه مفيده في حياتك ولا بس تبقى عايش حياتك كده كسول وقاعد في البيت كده without doing anything useful بدون ما تعمل حاجه مفيده؟ ده مش هنختلف عليه. As Mr. Nabil explained, زي ما استاذنا مستر نبيل وضح طبعا, work is important for everyone. العمل ده شيء اساسي في الحياه. So everyone whether rich or poor must have work to do. اي حد فينا بغض النظر عن غني او فقير لازم يبقى عنده شغل يعمل. So I think that the best answer is, افضل اجابه مستر احمد اعتقد ان راسندل should have some work to do. Even he is rich, حتى لو غني, لا, he has to do something useful, لازم يقوم بحاجة مفيدة. Question number 10, do you think Rose was right to get annoyed when Rasindel said his family didn't need to do things because they had an important position and were very rich and why? السؤال من مستر أحمد بيقول لي هل روز اتضايقت يعني أو معها حق إنها تتضايق لما راسندل عبر عن مكانته الاجتماعيه العاليه قدامها؟ هو بنص الكتاب, الكتاب بيقول روز واز انويد, اتضايقت لي بيكوز هير فاميلي وير ريتش تو, برضه افراد اسرتها اغنياء من عيله غنيه. بات ليس امبورتنت ذان ذا راسندلز, ليس امبورتنت ذان ذا راسندلز, اقل اجتماعيا يا جماعه من عيله راسندل. سو شي مي هاف ذا رايت تو بي انويد, ممكن يبقى معاها حق. بات اف هي سيد ذات, هو لو كان قال الكلام ده just to annoy her, لمجرد ان هو يضايقها. But I don't think he wanted to annoy her. I think he only defended himself. هو بس كان بيحاول يدافع عن نفسه, explaining his point of view in life, بيوضح وجهة نظره في الحياة. He said, I didn't like to work because I have a good position in society and I have a lot of money, لأن أنا جماعة مكانتي الاجتماعية وفلوسي بتسمح لي أن أنا أعيش بدون شغل. That's all. هننتقل لمستر خالد عبد الهادي ونشوف question number 11. What do you think Rasindel means when he says that no one ever has quite enough money to do what they want to? Of course, let me translate the question to let our students understand. يا ريت بس اسمحوا لي اترجم السؤال عشان الطلبه بتوعنا يقدروا يتابعوا معانا. مستر احمد بيقول معنى سؤاله, هل في حد بيكتفي بالفلوس مهما كان غني؟ Of course we know that Rasindel is from a rich family. عارفين ان راسندل طبعا من عيلة غنية جدا. لكن طبعا there is no enough of it. هو عاوز يقول في جملته ديت مفيش كفاية من الفلوس. All people need money. We all know that money is so important. But even the rich men, كلنا عارفين ان الفلوس مهمة جدا. بس حتى الناس الأغنياء need more and more and more. That is what Rasindel wants to say. ده اللي عاوز راسندل يقوله. إن there is no enough for it. فيش كفاية من الفلوس. Good. Question number 12. Being Rasindel's sister-in-law doesn't give Rose the right to interfere in his own personal affairs. Do you agree or disagree with this statement and why? ده سؤال مهم جدا. راسندل طبعا احنا عارفين إن هي بالنسبة لراسندل his sister-in-law يعني مرات أخوه زي كده أخته بالنسب يعني. Do you think that Rose was interfering? هل نعتقد أن روز لما كانت بتنصحه هي بتتدخل؟ أعتقد أن أنا جاوبت وأنا بقول إيه. It is not interference. I don't think so. It is just advice. دي مجرد نصيحة for Rasindel. She wants him to be responsible. عاوزة يبقى مسؤول. It doesn't mean that you are from a rich family and you have a lot of money that you don't want to benefit people. You must do something useful. لازم تعمل حاجة مفيدة زي ما مستر خالد قال ومستر نبيل قال لنا. It doesn't mean that you have money so you have no position in life. You have no role in life. عاوزة تقول له إن your brother أخوك روبرت is also from the Rasindel family. But he knows that position in society is so important. إن أخوك برضه موجود معاك ومن نفس العيلة بتاعتك الغنية, ولكن he has position in society. He has known, هو عارف تماما that positions brings responsibility. ومعظم القصة بتاعتنا دلوقتي والسؤال المحوري فيها والmoral questions اللي عاوزين نعرفه منها إن you must help people.
when you can. You must help people when you can. وبرددها تاني عشان القصة بتاعتنا بتنتهي بالجملة دي، لازم تساعد الناس طول ما انت تقدر. Question number 13. Rassendyll was good with guns and a strong swordsman. He was also very good at riding a horse. When do you think he learned these skills? Of course, we know that Rassendyll always proud of this. دايما كلنا عارفين ان Rassendyll كان فخور جدا بالحتة دي. He is good at using guns. بيستخدم السلاح كويس. He knows how to ride a horse. بيركب خيل كويس. مش اي حد طبعا يركب حصان. لا هو كان know how to ride a horse very well. كمان he is a swordsman. هو مقاتل بالسيف من الطراز الاول. السؤال بصراحة ما بيقول لي هو اتعلم الحاجات دي فين؟ الحتة دي كانت واضحة جدا when he met Sapt and Fred in the forest. لما قابلهم في الغابة وقال لهم I served in the Queen's army. أنا خدمت في الجيش الملكي البريطاني. طالما خدم في الجيش يبقى he knows how to ride a horse, how to use a gun, and how to be a swordsman. Okay. Question number 14. How do you think Rose proved to be very persuasive? This question is so important. مهم جدا. وجانا last year, السنة اللي فاتت. مستر أحمد بيسألنا وبيقول How was Rose persuasive? إزاي روز كانت مقنعة؟ وهنا ده سؤال مهم جدا ونقول جالنا السنة اللي فاتت وهنا مستر أحمد وإحنا طبعا تعبنا جامد جدا عشان نجمع لكم الأسئلة ديت اللي هي نتيجة تساؤلات كتير من الطلبة وفي أولياء أمور كمان اتصلوا وكانوا دايما بيشكرونا على المجهود دوت وعاوزكم تركزوا جدا معنا في الأسئلة اللي إحنا تعبنا وجبنا لكم دي لأنها أسئلة critical thinking مهمة جدا ليك مش محتاجة انك تبقى حافظ زي ما كان لسه مستر خالد بيقول لنا محتاجة ان انت تبقى فاهم عشان تعرف تجاوب فبيقول هل روز كانت مقنعة؟ Yes of course طبعا I know she is very persuasive هي مقنعة جدا Why? Because she was able to persuade or convince Rassendyll كانت قادرة انها تقنع Rassendyll to accept the job انه يقبل وظيفة with Sir Jacob Burdale رغم ان هو كان رافض انه يشتغل No, she was able to persuade him and he accepted the job هو قبل الوظيفة دي Why? وده سؤال تاني برضو Number one because Rose has a good way of asking people to do things عندها طريقة حلوة كده تطلب من الواحد حاجة بشكل جميل مش شكل أمر شكل يعني مقنع كده Number two the job sounds interesting الوظيفة يبدو ان هي يعني شيقة جدا لراسندل كلنا عارفين ان راسندل wants to have an easy life عاوز يعيش حياة بسيطة he wants to travel all over the world عاوز يسافر في جميع أنحاء العالم and this job of course he will be an ambassador يبقى سفير so I think it suits him فتناسبه فراسندل قبل الوظيفة دي ليه عشان هي مقنعة كمان الوظيفة sounds interesting to his personality مناسبة جدا لشخصيته good question number 15 We understand from this chapter that being well educated and having a lot of money is not enough. Explain this giving two examples. شوف السؤال رائع ازاي بيلم وبيلخص لنا برضو نقطة من النقاط المهمة جدا so important in the story. To be rich هل انك تبقى غني ده معناها it's over انتهى خلاص نرجع تاني ونقول no to be rich is not everything. Money is not everything in life. فلوس مش كل حاجة في الحياة. Even if you were rich, حتى لو انت غني, you must do something useful. You must do something useful in your life. You must have a work. You must have a job. You must help other people. ووضحنا كده بمثال تاني وقلنا his brother Robert, أخو Robert, was also from the Rassendyll family and he was rich, but he knows how to be responsible. عارف ازاي يبقى مسؤول مهم انك تعيش وانت لازم يكون لك دور في الحياة You must do something useful in life Okay? Thank you Mr. Ahmed Okay هننتقل لمستر صلاح عبد الله وquestion number 16 بيقول Talking about the new king of Mauritania the innkeeper said not many people even know
what he looks like. What does this tell us about the new king? السؤال هنا يا جماعة مستر أحمد بيقول في السؤال إن معظم ناس كتير جدا ما يعرفوش الملك ده شكله إيه. Even the innkeeper didn't know what the king looks like. عشان نجاوب على السؤال ده نبين هنا بنقول إن ده tells us that the king was always away from his people. بعيد بالطبع عن شعبه. And he didn't care about them. He traveled a lot. So, لذلك, even someone has a role in society like innkeeper didn't know what the king looks like. يبقى حتى الناس اللي لها دور معروفين زي innkeeper تتعامل مع ناس كتير وتعرف ناس كتير ما تعرفش شكل الملك. يبقى زي ما قلنا الإجابة بتاعتنا إن the king was always away from his people and he didn't care about them and he traveled a lot. Question number 17. During his sleep in the forest, Rudolf Rosendahl dreamed about living in the castle of Zenda. What does this tell us about the castle? طبعا يا جماعة هنا لما راسندل جه sleep in the forest he dreamed that he lived in the castle. يعني نام في الفورست حلم انه نام في الكاسل. ده السؤال هنا بيبين لنا that tells us this castle was such an impressive building. مبنى مبهر جدا. And it had a remarkable effect on رودولف راسندل. المبنى قد ايه كانت عظيمه كانت مؤثره وكمان التاثير بتاعها كان ريماركبل افكت على رودولف راسندل تاثير ملحوظ. سو هي دريم تو ليف ان ذيس كاسل. يبقى هنا نقول كده باين اجابتنا ان انا عندي هنا ايه اللي خلاه رودولف راسندل دريمد حلم تو ليف ذا كاسل بيكوز ذا كاسل ووز such impressive building مبنى مؤثر great building defend building and this had a great effect a remarkable effect on Rudolf Rosendahl so he dreamed that he lived in this great castle. Okay. Question number 18 we all although Rudolf Rosendahl and the king looked almost exactly like each other and both liked an easy life there were still some striking differences between them. Explain. هنا الكويشن مستر احمد بيقول ان الاثنين فيهم كتير من الصفات المشتركه لكن من الواضح ان في اختلافات واضحه جدا وجوهريه ان they didn't have the same personality or skills. الاثنين ما عندهمش لا نفس الشخصيه ولا السكيلز اللي عندنا المهارات بتاعتهم. رودولف راسندل وي اول نيو ذات هي ووز سترونج سوردس مان مبارز مقاتل قوي بالسيف. But the king he preferred eating to action. He preferred good food and hunting. So there is a big difference between them. They didn't have the same personality or skills. Rudolf Rosendahl, we can say he was a strong swordsman, but the king, he preferred eating to action. Question number 19, Biul, why do you think the Rosendahls had an interest in Ruritania? في السؤال يا جماعة إن راسندل بيهتم بروتينيا وعائلة راسندل تهتم بروتينيا عشان هنا ليه ايه اللي خلاه يهتم بروتينيا وقلنا في بدايه الشابتر ان البينتينج البيكتشر بتاعت كاونتس ايميليا موجوده في القصر بتاع اخوه لورد بيرلزدون
because in 1733 Counts Emilia Rassendyll married a member of Ruritanian royal family, of course the Elfbergs. يعني سنة 1733 الكاونتس إيميليا ديت إيميليا راسندل ذا جراند ماذر راسندل ذا جراند ماذر مارد تزوجت ا ممبر اوف روتينيال رويال فاميلي تزوجت واحد من عيال الملكه في روتينيا عيله إليفيرك. تمام. question number 20 بيقول to what extent do you think رودولف راسندل looked like the Elfbergs؟ طبعا يا جماعه السؤال هنا بيقول ان قد ايه رادولف راسندل ورادولف إليفيرك الاثنين متشابهين. طبعا هنا مقصود السؤال هنا في الابيرنس بتاعهم في المظهر متشابهين هنا في المظهر بتاعهم ان both of them have the same red hair. الاثنين رادولف إليفيرك رادولف راسندل have the same red hair ليهم الشعر الاحمر and straight noses وعندهم الانف الايه الستريت الطويلة. يبقى هنا بنقول نتكلم نفس السؤال في الابيرنس في المظهر بتاعهم تشوف ايه both of them have the same red hair عندهم الشعر الاحمر and straight noses. هننتقل تاني يا جماعة كده لمستر نبيل بكير ونكمل مع بعض باقي الاسئلة بتاعت شابتر 1. مستر نبيل question number 21 do you think that رودولف راسندل was right when he lied to his family and why? Again, question number 21 again. Do you think that رودولف راسندل was right when he lied to his family and why? Okay. مستر أحمد بولانا هل تعتقد أن رودولف راسندل عنده حق يكذب على عيلته؟ طبعا الإجابة I don't think so. People should be honest. We should always tell the truth. يعني الناس لازم تكون أمناء لازم يقولوا الحقيقة. But I think that Russell did so in order to stop her from criticizing them. اللي هو أو criticizing her. يعني ما أعتقدش إن هو أعتقد الراجل دوت طبعا إذا كان كذب فهو عايز يوقفها عن انتقاده. و to justify ليه هو مسافر أصلا يعني. تمام. Question number 22. Well, why do you think رودولف راسندل told Rose that he was going to write a book? هو مستر بولانا ليه راسندل قال لروز ان هو هيكتب كتاب؟ اللي طبعا تعرفي روز شغاله كريتيسيزم نقد لراسندل. فان اوردر تو ستوب هير فروم كريتيسيزنج هيم هي تولد هير ذات هو از جوينج تو رايت ا بوك اباوت سوشيال بروبلمز. هي didn't want هير to accuse him of being lazy. مش عايزها تتهمه ان هو كسول. الراجل عايز يثبت لها ان هو حاجه كويسه وراجل يكتب كتاب عن السوشيال بروبلمز ان ذا البس. تمام. question number 23 بيقول جورج فيزرلي think that Duke Michael won't enjoy the coronation of his half brother رودولف إليفيرك. Do you agree and why? مستر بولينا ان جورج فيزرلي بيقول ان ديوك مايكل مش هيتمتع بترتيبه للكورنيشن بتاع الملك رودولف إليفيرك. ليه سبب؟ طبعا كلنا عارفين طبعا ديوك مايكل has a lot of ambitions. الراجل wanted to become the king of Ruritania one day. عايز ملك روتينيا في يوم من الايام. وبالتالي he done I don't think that he will enjoy preparing for the coronation. Because he doesn't want to become only a duke, he wanted to become the king of Ruritania. Yes. رجع يبقى ملك روتينيا أصلا. Question number 24, بيقول, why do you think that Rassendyll didn't tell his friend George about his real destination? مستر بولينا ليه أصلا رودولف راسندل ما قالش لجورج فيزرلي عن المكان اللي رايحه؟ كلنا عارفين أصلا من أول القصة أن رودولف راسندل was a secretive man. راجل كتوم didn't want to tell anyone about his next destination. مش بيحبوا الناس عن وجهة سفره اللي جاية. وده ناخد درس منه ان اي حد في الدنيا حتى لو ليك صديق خليك secretive برضو ما تقولش كل حاجة ليه. الراجل طبعا if he had لو هو قال الكلام ده
طبعا ذا نيوز وود هاف جان تو برتراند برتراند، انتوا عارفين كلكم برتراند برتراند راجل فيمس جورناليست، زين ذا نيوز وود هاف ليكد، هتتسرب الى تو ذا بريس. واعرف يا روز بقى شوف راسن راح فين. تمام. فالراجل اوز رايت. تمام. كويشن نمبر 25، واي دو يو ثينك ذات رودلف راسندل وونتد تو ميت انتوانيت دوموبين اون ذا ترين؟ المستر بيقول هنا ليه راسندل عايز يقابل انتوانيت دوموبين؟ انتوانيت دوموبين مين يا جماعه ما يقدرش يقابل انتوانيت؟ انتوانيت طبعا تتمتع بكثير من الكواليتيز. شو ذا وومن was well known for her wealth and ambition. ست معروفة بالثروة والطموح. Fashionably dressed. لابسة على أعلى موضة. About 30 years old. 30 سنة. أحلى سن. ويدو. ودي أحلى حاجة. أرملة. ده غزل صريح ولا عفيف؟ مين ما يقابلش أنتوانيت دوموبين يا جماعة؟ He was right. غزل صريح. ننتقل لمستر خالد عطية ونشوف السؤال رقم نمبر 26، يقول Why do you think that Rudolf Rosendahl couldn't go to the capital Streltsu directly؟ مستر أحمد بيسأل بيقول هو ليه أنتوني دوموبان ما سافرتش على طول راسندل؟ راسندل I think راسندل ليه ما سافرش على طول إلى سريلساو يعني directly بشكل مباشر؟ أنا عايز بس أوضح حاجة، أن ساعات يا جماعه بعض الاسئله بنوضح برضو طلابنا ملهاش كلير انسر ان يور بوك، مفيش اجابه واضحه. سو سام تايمز يو هاف تو ديبند اون ديدكشن. ديدكشن ساعات بتعتمد انت كده على الاستنتاج، اوكي، اند مي بي سام لوجيكال ريزونز، وبعض الاسباب المنطقيه. يعني هو المستر بيقول لي ليه راسندل ما راحش مباشره من انجلند، يعني ده المقصود من انجلند لستريلساو، ليه راح باريس ودريسدن وبعدين استرلساو؟ يعني اي ثينك ذا اونلي answer الإجابة الوحيدة that there is no direct flight or there is no direct train to Streltsau، إن مفيش أي مواصلة مباشرة كده سواء بقى بري أو جوي أو there is no direct flight to Streltsau. I think so. Okay. Question number 27. Well, why do you think Antoinette Dumoupin remained on the train for its journey to the capital؟ ليه أنتوانيت زي ما مستر أحمد بيسألنا ليه أنتوانيت كملت في طريقها عادي رايحة الكابيتال سيتي؟ طبعا زي ما مستر نبيل تفضل وقال هي أنتوانيت دوموبان وذا جيست اوف دوك مايكل، كانت نازلة ضيفة عند مايكل. ليه بقى؟ هو انفايتد هير تو اتند ذا كورونيشن، هو عزمها يا جماعة تحضر حفلة التتويج بتاعته، عشان كده شي ونت اون هير واي، كملت في طريقها عادي جاست تو بي هيز جيست، هتبقى ضيفة عنده نزيلة عنده، okay. Because he of course would provide her of a good accommodation or stay، هيوفر لها accommodation or stay يعني الإقامة الجيدة إن شاء الله، just to enjoy the coronation with him. Of course he planned to have a coronation for himself، وطبعا احنا عارفين انه هو كان بيخطط الكورونيشن لمين؟ لنفسه أساس. That's so good. Question number 28، do you think Rudolf Elfberg, the king, and his brother Michael, the duke, are good friends؟ مستر أحمد بيسألني بيقول لي هل الملك رودولف إلفبرغ and his half brother Duke Michael ومايكل المفروض إنهم ممكن يبقوا أصدقاء يعني؟ I don't think so. ما أعتقدش طبعاً الكلام ده، ما ينفعش يبقوا أصدقاء. ليه؟ Because they want the same thing. الاثنين عايزين نفس الشيء اللي هو إيه؟ The throne، العرش. Both Rudolf and Michael الاثنين يا جماعة wanted to be the king of Ruthenia، كل واحد فيهم عايز يبقى الملك. So how come تيجي ازاي؟ How can they be friends؟ ازاي يا جماعة ممكن يبقوا أصدقاء؟ Of course there must be a conflict between them. أكيد طبعا زي ما احنا شفنا وعرفنا من الأحداث ان في بينهم conflict، صراع، وعرفنا ان evil Michael، ان Michael wanted to kill his brother، كان عايز يقتل أخوه and kidnapped him وخطفه just for being a king، لمجرد انه يبقى ايه الملك. That's all. Question number 29، will Johan offered Rosendahl to stay in his sister's house in Streltsu. Do you think Rosendahl was in need of that offer؟ مستر احمد بيسأل وبيقول يوهان عرض على راسندل يقعد في بيت اخته زي ما قلنا، فهل ده كان يعني معاه حق في كده او هل راسندل استفاد من العرض ده؟
Of course you know that because of this great occasion, بسبب المناسبة العظيمة اللي هي إيه؟ The coronation of the new king. عملية تتويج الملك. There must be a lot of people there. أكيد طبعاً هيبقى في ناس هناك. And because there were many people, وعشان كان في ناس فعلاً هناك. All hotels must have been full. أكيد طبعاً كل الفنادق ساعتها كانت إيه؟ زحمة. So, Rosendahl may not have found any place to stay in. ممكن طبعاً ما كانش يلاقي مكان يقعد فيه. عشان كده العرض ده جه في وقته وفي مكانه. يوهان offered Rosendahl to stay at his sister's house. عرض يوهان على Rosendahl يقعد في بيت أخته. ليه بقى؟ She was married to a wealthy trader. كنا قلنا إن هي متجوزة تاجر كبير who had a house in Strelsau. عندهم بيت كامل هناك كده. So Rosendahl could stay there. Because Johan himself couldn't go, فقال له ده أنا نفسي ممكن ما روحش يا Rosendahl. Okay? فأنت روح إيه مكاني وأنا هرتب الموضوع. يبقى فعلاً Rosendahl got a benefit. استفاد from this offer from Johan. من العرض بتاع Johan. Okay. Question number 30. Well, why do you think that Rosendahl and the king's guards would understand each other well? مستر أحمد بيسأل بيقول ليه Rosendahl قدر يتفاهم مع سابت وفريتس كويس طبعا when they met in the forest of Zinda لما تقابلوا في زندا كان مستر خالد عبد الهادي وضح on meeting there انهم لما تقابلوا هناك سابت ask him وسابت بقى انتوا عارفين الحوار اللي دار سألوا انت منين وكده قال له my name is Rodolf Rosendahl انا كذا كذا وقال له I was an officer in the Queen's army ان انا خدمت زي ما مستر خالد تفضل وقال ان انا كنت ضابط في جيش الملكة وبما اني ضابط فانت عارف من طبيعه الضباط والحاجات دي انهم بيتلقوا تدريب معين كي طبعا فيزيكال اكسرسايزز كلها تدريبات بدنيه قاسيه يعني عشان كده Rosendahl learned قدر Rosendahl يتعلم and he was good at وقدر يبقى كويس في حاجه اسمها guns كي الرمايه سودس والمبارزه بالسيف and riding horses وركوب الخيل ف Rosendahl بقى مستر احمد بيقول هل ايه اللي خلاهم سهل because he was an officer لانه هو ضابط وهم قدموا نفسهم وقالوا ايه we were the king's officers the king's guards احنا حرس وضباط الملك so we can easily understand each other فنقدر نفهم بعض بسهوله طب ايه الرابط يعني doctors can understand each other well الدكاتره يا جماعه ممكن تتفاهم مع بعض بلغه معينه هم يفهموها افضل مني ومنك اوكي نفس الكلام any job اي مهنه have some idioms ليهم بعض مصطلحات بيتكلموا بيها مع بعض فهو ده معنى السؤال المقصود مستر احمد because they are both officers لانهم كلهم ضباط اللي هو فريتس وساب and Rosendahl also was an officer وRosendahl كمان كان ضابط في جيش الملكه فبينهم لغه متفاهمه لغه واضحه عشان كده قال له it's easy to understand each other well هيبقى سهل ان احنا نتعامل مع بعض I think that's all كده يا جماعه احنا يعتبر حلينا مع بعض او اتناقشنا مع بعض او حللنا 30 سؤال كريتيكال ثينكينج على شابتر 1 واعتقد من خلال التحليل بتاع الاساتذه الافاضل احنا اتناقشنا في كل حاجه في الشابتر بتفاصيله لو حد ليه اي ملاحظات بالنسبه للشابتر يا ريت نسمعها والله هو في سؤال كده جميل قوي بيطرح نفسه مستر احمد بما ان طلابنا في الثانويه العامه سابقين طبعا في الشابترز واحنا بنراجع فعندهم طبعا فكره جميله عن القصه. السؤال بيقول برضو كان احد الطلبه والناس اتصلوا بينا عشان الموضوع دوت وبرضو بيقول لي why do you think Rosendahl was able to play the role of the king successfully؟ تفتكر ليه Rosendahl قدر يلعب دور الملك بنجاح؟ طبعا اي حد بيقول السؤال دوت بيقفز في دماغه على طول الاجابه because Rosendahl looks like the king عشان هو شكل الملك but of course this is not enough ده مش كفايه ما تبقاش انت شبه حد وتروح تعيش في وسط عيلته او في وسط الناس اللي حواليه برضه هيعرفوك يبقى في اسباب ثانيه يبقى number one Rosendahl looks exactly like the king وناخد بالنا من كلمه exactly يعني بالظبط اتنين توأم ما نعرفش نفرق بينهم إلا حاجات بسيطة جدا ما يعرفهاش إلا أخوه بقى طبعاً. عشان كده مايكل الوحيد اللي قدر يعرف. نمبر 2 His German is perfect الألماني بتاعه كان رائع كلنا عارفين إن Rosendahl has studied in German درس في ألمانيا
his schools, كل مدارسه كانت هناك. So he was able to speak perfectly like them, زيهم بالظبط. لو الاكسنت بتاعتك مختلفه، لو ما بتعرفش تتكلم فرنساوي ورحت تعيش في فرنسا، او ما بتعرفش تتكلم انجليزي، مش هيتكشف على طول. يبقى number one, he looks exactly like the king. Number two, his German is perfect. Number three, ودي حتة مهمة جدا مستر أحمد. Sept and the Freds helped him. They were beside him. كانوا جنبه. هو من غيرهم كان هيتكشف. وده اللي هنشوفه في chapter 2 إن شاء الله. إزاي كان سبت بيحكي له تاريخ الملك. بياكل ازاي، بيلبس ايه، بيمشي ايه، بيحب ايه، بيكره ايه، تكمل شخصيته كويس بالظبط. دول ثلاث حاجات لازم كنا نقولهم. هنضيف على مستر خالد برضه حاجه ثانيه، حاجه جدا سهلت ماموريته. اتفضل سامي. تو بلاي ذا رول اوف ذا كينج سكسسفولي، نوت ماني بيبل نو وات ذا كينج لوكد لايك. دي وضحها مستر صلاح فعلا، صح، عارفه شكله ايه. نقطه ثانيه برضه ممكن نقولها ثانيه، بيبل didn't expect at all that there was a pretend king. محدش عمره هتوقع ان في pretend king اصلا. Right. كل ده ساهم امبريت كينج. وبيسايد على الكلام طبعا اللي مستر خالد قاله. تمام. هو was fluent in German. His German was so perfect. He looked exactly like the king. Sept and Fred stood beside him طبعا. دي مهمة جدا جدا. To tell him what he ought to do, what he ought not to do, how he should say, how he shouldn't say. كل حاجات سهلت امراته، لكن معظم طلب فكر انه عشان شكل كينج بس. هو سؤال جميل جدا جدا طبعا. شكرا مستر احمد. اصلا امتحانات اصلا. ممكن يا مستر احمد اتفضل. مستر صلاح نقول كمان ان راسندلز كاركتر ووز جود، شاته كويسه جدا. كان هي هاز ابيليتي تو بريتند از ا كينج، هي بريتند ذات هي فورجوت سمثينج اور سمون. برضه في التظاهر ممكن تحط في موقف معينه شخص معين، موقف معين، فكان بيقدر ان هو بسهوله يتظاهر بريتند ان هو فورجيت سامون اور سامثينج، ان هو نسي شخص او نسي شيء، وده مقبول كلنا. لما حد يقابل حد ممكن نسيه، نسي شيء معين، فدي برضه كانت بتساعده تو كفر هيز ميستيكس. وكمان بضيف لمستر نبيل ان بيبول سي وات اكسبكت تو سي، ان الناس بترى ما تتوقع ان تراه. فالناس متوقعين اللي هيظهر دلوقتي الكينج، فول كينج، ان الاصل ده موجود فيه الكينج فول كينج. بيبول سي وات اكسبكت تو سي، دي برضو كانت من مهارات من بتساعد راسندل ان هو يقوم بدور الملك ان ا جود واي. ممكن برضه سؤال تاني بيطرح نفسه برضو، دو يو ثينك ذات روز وات كومبليتلي رايت تو اكوز راسندل وبينج لازي اول هيز لايف؟ هل تعتقد الروز فعلا على حق تماما لتتهم رودلف راسندل اللي هو كسول طول حياته؟ I don't think so. Because راسندل was well educated. Studied hard. German school. The German university. Multilingual. English. German. Spanish. French and French. Had a lot of skills, good as a gun, strong swordsman, clever at riding horses. So I don't think that she was completely right in her judgment. ممكن ممكن ازود على مستر خالد عطيه، لو هكمل برضه نفس السؤال بتاع مستر نبيل. طبعا سؤال مهم جدا، وكنت برضه حابب اوضح زي ما قلنا للطلبه من شويه ان your answer may be yes or no. تمام. According to what logic you use. انت بتجيب اجابه منطقيه ازاي؟ يعني مستر نبيل كان يقصد لو احنا عندنا سؤال مثلا بيقول ايه in your point of view، من وجهه نظرك is Rasendel lazy؟ هل Rasendel كسلان؟ انت شايف ايه بعد ما فهمت القصه؟ Some students can answer yes he is lazy. بعض الطلبه ممكن تقول هو كسلان. لازم تديني مبرر هنا اقبل اقبل اجابتك. مثلا لو قلنا كسلان ممكن نقول ايه المبرر الكويس؟ ببساطه كده زي ما وضح مستر خالد عبد الهادي ان راسندل didn't like to work. He had always an easy quiet life. طول عمره كسلان. He was always lazy. كسلان وعايز يقعد بس كده وما بيشتغلش. يبقى فعلا الانسان ده lazy. لازم بجيب الدليل ده منين؟ من القصة or maybe deduction. وساعات قلنا زي ما بنستخدم كده ايه deduction بعض الاستنتاجات. فممكن نقول هو كسلان، او زي ما مستر نبيل وضح يا جماعة اقول راسندل wasn't lazy، مش كسلان.
ايه اللي يثبت ده من الاحداث برضو؟ ان راسندل كودلر قدر يتعلم to speak five languages، انه يتكلم خمس لغات زي ما احنا عارفينهم بقى، مش انا استفيد فيهم. كمان راسندل learned زي ما قلنا اتعلم guns, swords and riding horses، ركوب الخير والفروسية والرماية والسوردس مبارزة السيف. يبقى how come تيجي ازاي ان هو lazy؟ he is not lazy. طب انهي بقى اجابة اللي صح؟ both answers are correct. اعتقد الاثنين صح. مستر احمد صغيرة كده، مستر صلاح في دقيقة واحدة اديني مواصفات السؤال بتاع القصة بيجي في الامتحان ازاي؟ السؤال بس كام سؤال يعني بعد اذنك كنت عايز بس احط تعقيب صغير كمان. كام سؤال بيجي في الامتحان اختياري وكريتيكال ثينكينج؟ بيجي في الاختياري 4 كويشنز، اربع أسئلة. الطالب بيحلهم كلهم؟ بيحل الاربع كلهم. تمام. وبيجي 3 انسرد كويشن، الطالب بيحل منهم 2 كويشنز. تمام، بنشكركم وان شاء الله ننتقل مع بعض للحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا. ماشي مستر احمد. المره الجايه